معنا من واشنطن ويليام تايلر سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق لدى أوكرانيا. سيد تايلر، أهلا بك معنا. إلى أين ذاهبة هذه الحرب بعد عامان لم تنتهي حتى الآن؟ نعم يوسف، الحرب الآن على الأرض تراوح مكانها، ولكن هناك تقدم فيما يتعلق بإسقاط طائرات روسية من قبل أوكرانيا. أوكرانيا عليها أن تغير من اتجاهها. روسيا في الواقع تتقدم على أكثر من جبهة على الأرض في أوكرانيا، وجزء من ذلك يعود إلى ما أشرتم إليه في تقريركم، وهو تعليق إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر الأمريكية، خاصة ذخائر المدافع والدفاعات الجوية. فهناك مراوحة على الأرض، ولكن أوكرانيا تتقدم جوا وبحرا. منذ العام 1945 سيد تايلر إلى الآن لا يوجد حرب انتهت بمفاوضات، دعني أقول، أو محادثات سلام انتهت من خلالها هذه الحرب. كل الحروب تنتهي والأمور لا تزال مفتوحة إلى أن تستمر النزاعات مرة أخرى. لماذا لا نرى جهود حقيقية لإحلال السلام؟ في هذا المجال الجهتان غير مستعدتين للتقدم على المستوى الدبلوماسي. روسيا قالت إنها لن تتفاوض إلا إن استسلمت أوكرانيا بكل بساطة، وأعطت روسيا الأراضي التي احتلتها، وأوكرانيا لن تفعل ذلك. أوكرانيا لن تتخلى عن سكان أوكرانيا الذين تحتلهم روسيا، وبالتالي هذا ليس خيارا، مما يعني أن روسيا غير مهتمة بالمفاوضات، والأوكرانيون غير مهتمين بالتنازل لروسيا، لأن روسيا لا يمكن أن تكون فريقا يعتمد عليه في أي اتفاق، لأنهم انتهكوا اتفاقياتهم السابقة. هذا يعني أن أي من الفريقين غير مستعد للتفاوض مع الآخر. طيب، كثير من الجهود التي حصلت، تدخلت دول حليفة للولايات المتحدة، كانت كالمملكة العربية السعودية، كانت تركيا أيضا وهي عضو في الناتو، حاولت كثيرا تلك الدول أن لربما تلعب دورا في إنهاء هذه الأزمة، ولكن لا أمل، دعني أقول. وهناك تعنت من الجانبين، إن كان من الجانب الروسي الذي اعتدى على أوكرانيا، أو حتى من الجانب الأوكراني الذي يحاول قدر المستطاع استعادة كل أراضيها التي سيطرت روسيا عليها، أو بعض المناطق التي سيطرت عليها روسيا. هناك دور مهم يتطلع إليه العالم ويراه المجتمع الدولي، أو شعوب العالم تراه غير فعال، إن كان من قبل الأمم المتحدة الجمعية العامة أو حتى مجلس الأمن. لا نسمع شيئا بالفعل يأخذ المشهد إلى حل. لماذا هذا التعطيل في هذه المرحلة، دعني أقول، أو ما بعد عامان وخسارة كثير من الأرواح في أوكرانيا وحتى في الجانب الروسي؟ الشعب الروسي ليس له ذنب بما يقوم به النظام الروسي. أعتقد أننا نرى تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا. المجتمع الدولي قد يختلف على بعض الأمور، ولكنه يفهم أن روسيا هي التي بدأت بهذه الحرب عبر اجتياح جارها. روسيا هي التي انتهكت مبادئ الأمم المتحدة التي تحترم سيادة كل الدول. مبادئ الأمم المتحدة تقول إن أي دولة كبيرة أو صغيرة، ضعيفة أو قوية، هي دولة ذات سيادة ولا يمكن انتهاك حدودها. ولكن روسيا تجاهلت هذه المبادئ وتجاهلت المعاهدات التي وقعتها روسيا، وقبل روسيا وقعها الاتحاد السوفيتي. وبالتالي إن أردنا أن نعيد تأكيد هذه المبادئ المتعلقة بالسيادة، وحدة الأراضي، لابد لروسيا من أن تغادر
أوكرانيا، وهذه هي المشكلة الآن. ما تحاول أمريكا أن تفعله هو دعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن نفسها وإخراج روسيا من أراضيها. طيب، هل ترى الرهان الذي يراهن عليه لربما بوتين خلال المرحلة المقبلة، وهو يتطلع إلى تصدع الغرب، تصدع الناتو، هل هذا الرهان الذي يراهن عليه بوتين معقول فعلا خلال المرحلة المقبلة؟ لأنه يحاول أن يجعل هذا المشهد أو الدعم الأطلسي، دعني أقول، أو الأوروبي لأوكرانيا هشيشا، خاصة مع تطور الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الجيوسياسية، وأيضا بعض التقلبات السياسية داخل البلدان، إن كان في الولايات المتحدة لدينا انتخابات رئاسية قد يراهن عليها بوتين، لدينا في بعض الدول الأخرى مشاهد من لربما حالة من عدم الرضا، دعني أقول، بالشأن الداخلي في بعض الدول الأوروبية. هل هذا الرهان فعلا ناجح، دعني أقول؟ هذا ما يراهن عليه بوتين من دون شك. خطة واستراتيجية بوتين تعتمد على أمل أن يتمكن من إجبار أوروبا وأمريكا للتوقف عن دعم أوكرانيا. هو يعتقد أنه بإمكانه أن ينتظر لوقت كاف ليتوقف هذا الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا، وهو يستمر في مهاجمة البنى التحتية المدنية، المستشفيات، مولدات الكهرباء، حتى في نهاية المطاف يشكل مشكلة حقيقية لأوكرانيا وينتصر. أعتذر، لكي لا تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في هذه الحرب. طيب، أريد أن أعرف وجهة نظرك سيد تايلر، يعني السيناريو الذي تراه أنت بخبرتك في أوكرانيا وخبرتك أيضا يعني حتى بتلك المنطقة، إلى أين نتجه خلال المرحلة المقبلة من وجهة نظر السيد ويليام تايلر؟ أوكرانيا مصممة على الانتصار ومصممة على الاستمرار في القتال حتى استعادة استقلالها وضمان استقلالها. أوكرانيا لن تستسلم، والدعم الأمريكي والأوروبي يعتبر أساسيا بالنسبة لأوكرانيا للاستمرار في مواجهة روسيا، وأوكرانيا ترحب بهذا الدعم التي حصلت عليه مجددا. أوكرانيا مستمرة في الحرب لأنها مصممة على الفوز. شكرك من واشنطن ويليام تايلر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق لدى أوكرانيا، شكرا لك ولوقتك.